بعمل اكتيفيتيز مع الاولاد، بنتسلى، بنخليهم يضحكوا، يكتشفوا اشياء جديده. نعمل اكتيفيتيز يعني بتفيدهم، يعني اشياء ادوكاتيف تكون لهم ثقافيه، واشياء كمان تخليهم يتسلوا وينبسطوا. الموسيقى هي يعني بحد ذاتها، الموسيقى بتخليهم يمكن ينتقلوا لعالم تاني، عالم خيالي، عالم واسع. وكمان الاغاني اللي بنقلهم اياهم للاولاد كمان يعني اشياء بيئيه، اشياء اجتماعيه، كمان بتخليهم اكثر واعيين للحفاظ على البيئه، كيف بيتعامل مع الاخر. كل هود الاشياء كمان يعني موجودين بالاغاني اللي عم نقدمها. مع الاولاد بنشتغل نشاطات مش بس ميوزك، كمان بنشتغل على الجيمز، جيمز كمان يعني تخليهم هن يصيروا اكثر انتجري، يعني مندمجين بالمجتمع تبعهم. 1 2 3 العمل الاجتماعي بخلي للإنسان هو مبسوط. 3 يعني حيال العمل الاجتماعي بخلي للإنسان يحس بالسعادة، وخصوصا إذا عم بحس إنه هالأشخاص بحاجة للشيء اللي عم بقدم لهم إياه. 4 مثلا أولاد جايين من بيئة بحاجة لحيالها شيء يخليهم يضحك ويخليهم يكونوا مبسوطين، بحاجة كمان للأشياء الثقافية اللي عم نعطيهم إياها، بيستفيدوا منها كمان بالمجتمع تبعهم، بنقلوها خصوصا لأصحابهم كمان اللي بيتعرفوا عليهم برات المؤسسة. 5 ثواني. لا لا لا. 9. لا. 8. لا لا. 7. لا يا الله استناني استناني. 4. 3. 2. لا. كنت ربحت لو جيت يا انت.